يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تحديد منهج الشخص؟ نعم. هل يصح تحديد منهج الشخص من خلال مسألة خلافية تتعلق بوسائل الدعوة، فيقال هؤلاء ليسوا بسلفيين ولكن حكم عليهم لأنهم يتخذون وسائل دعوية لا يراها بعض أهل العلم، فهل هذا تقسيم وتنصيف صحيح؟ في فرق بين وسائل الدعوة ومنهج الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا منهج الدعوة توقيفي، يؤخذ من القرآن والسنة. أما وسائل الدعوة هذه تتجدد، مثل الميكروفون هذا، أنا أتكلم الحين ويسمع كل اللي حول المسجد. هذا كان موجود من قبل، ها؟ هو وسيلة دعوة ولا لا؟ وسيلة دعوة. هذا أركب السيارة وأروح هنا أو الطائرة، هل كان هذا موجود من قبل؟ أروح لأخطب في المسجد الفلاني أو أتكلم في أو ألقي محاضرة، هذا من وسائل الدعوة التي أباحها الله لنا نستخدمها، الإذاعة، الصحافة، هذه من وسائل الدعوة، ما كانت موجودة من قبل، ليست توقيفية، وإنما هي أخذ بما ينفع في كل زمان بحسبه. ففي فرق بين وسائل الدعوة ومنهج الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، لا يجوز أن نزيد في شيء ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وسائل الدعوة فهي تتجدد في كل زمان بحسبه. نعم. ولا كان ما نستعمل الآن الميكروفون، ولا نستعمل المذياع، ولا نستعمل للدعوة، ولا نستعمل الصحف والمجلات، يعني ما هي موجودة من قبل. نعم.